أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. حياكم الله غالياتي. في هذا الدرس إن شاء الله سنستخرج الأحكام التجويدية في سورة الماعون. نبدأ بمشيئة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت، بداية نرقق الهمزة ثم نفخم الراء. هنا الراء جاءت مفتوحة، نفخمها. أرى، أرى، أ. بعد ذلك نرقق الهمزة التي جاءت بعد الراء. أرأيت، الياء هنا ساكنة قبلها مفتوح، ياء لينة. أرأيت الذي، هنا همزة الوصل تسقط وصلا، نأتي ببينية اللام الساكنة الأولى. الذي فيها مد طبيعي، حركتان في الياء. يكذب، نأتي برخاوة الذال. يكذب بالدين، نتم كسرة الباء. بعد ذلك نقف على كلمة بالدين بمد عارض للسكون، لأن اعترضنا النون بسكون وسبقها حرف مد، وحرف المد سبقته حركة مجانسة له وهي الكسرة. فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك أيضا يوجد مد طبيعي بعد الذال، مد طبيعي للألف. فذلك، فذلك، نتم كسرة اللام. فذلك الذي، أيضا هنا همزة الوصل تسقط وصلا، ونأتي ببينية اللام الأولى الساكنة. الذي أيضا فيها مد طبيعي في الياء. يدعو اليتيم، يدعو بسماع صوت جرس العين. يدعو اليتيم، بعد ذلك نأتي ببينية اللام. اليتيم، نقف أيضا بمد عارض للسكون. ولا يحض على طعام المسكين. ولا فيها مد طبيعي في الألف بمقدار حركتان. يحض، نأتي بتفخيم الضاد. على، بها مد طبيعي في الألف. على طعام، هنا نفصل المفخم من المرقق، الطاء مفخمة والعين مرققة، وأيضا الألف تتبع ما قبلها فهي مرققة. طعام المل، هنا نتم كسرة الميم، ونأتي ببينية اللام في كلمة المسكين. السين هنا ساكنة فنأتي لها بزمن الرخاوة. المسكين، أيضا نقف بمد عارض للسكون. فويل للمصلين. فو، هنا نرقق الفاء والواو ونتم حركات الفتح. الياء هنا ساكنة قبلها مفتوح فهي لينة. فويل لي، فويل بها تنوين متلاحق. للمصلين، فويل للمصلين، هنا اللام التنوين مع اللام إدغام بغير غنة كامل، ونتم كسرة اللام. ثم نأتي ببينية اللام الثانية الساكنة. للمصا، الصاد هنا مفخمة. للمصلين،
نقف أيضا بمد عارض للسكون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هنا نأتي ببينية اللام الساكنة الأولى، وكلمة الذين بها مد طبيعي في الياء حركتان. هم هنا يجب علينا ضم الهاء، بعد ذلك نرجع لسكون الميم. الميم الساكنة مع العين، هنا عندنا إظهار شفوي. عن صلاتهم، النون مع الصاد، إخفاء حقيقي عفوا، النون مع الصاد إخفاء حقيقي، ونأتي بغنة الإخفاء هنا فتكون غنة مفخمة. صلاتهم بها مد طبيعي في الألف، صلاتهم تي هي، نتم كسرة التاء والهاء. صلاتهم ساهون. الميم مع السين إظهار شفوي. وأيضا نقف على كلمة ساهون بمد عارض للسكون. الذين هم يراءون. الذين أيضا شرحنا سابقا، هم يراءون. الميم مع الياء عندنا إظهار شفوي. يراء، الراء هنا مفخمة من الدرجة الأولى لأنها جاءت مفتوحة وبعدها حرف مد. يراءون، نلاحظ أن حركة الموجة والهمزة في كلمة واحدة، فعندنا مد متصل. ونقف أيضا على كلمة يراءون بمد عارض للسكون. ويمنعون الماعون. ويمنعون، الميم هنا ساكنة فنأتي لها بزمن البينية. الميم مع النون عندنا إظهار شفوي. ويمنعون الماعون، نأتي ببينية اللام الساكنة. الماعون هنا مد طبيعي في الألف. ونقف على كلمة الماعون أيضا بمد عارض للسكون. بذلك غالياتي نكون أنهينا استخراج الأحكام التجويدية بشكل مبسط لسورة الماعون. نسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم جميعا يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.